السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين على بن شيخ عن مباراة المنتخب الوطني والصومال، يعني ما قاله بن شيخ يعني قبل المباراة وقبل المباراة، يعني وين ناس ما راك انت ما تشوفش انت يا باللي بارتي هذه، يعني ما تشوفش هذه البارتيه ما تكونش تقارع بهذا الاداء. ما يجيش كاين لي صحافي، كاين داك الصحافي تاع الثقافه يجي يقول له شكرا للمدرب ولينا نزعفو نربحو 3. يا ودينا الشيطان، الناس يقول بلي عندنا المنتخب طريقه اللعب ما كاش، وما الفوز يعني راهم يعطوك هدايا. انت في زوج دقائق الاولى مركاو على روحهم، راهم يعطوك هدايا نتايا، نتا راهم يعطوك هدايا ما كاش كاع. البنت اللي مركاه بنجاح يعني فما كان مراقبه عليه، واللي البنت اللي مركاه سليماني شكون اللي يطلع كان واقف ضربها مركاه شكون؟ البنت الاول يعني شانك كي تمركا هم مالك؟ يعني على حسب اللاعبين اللي عندنا بارابور، يعني تشوف لافيش هكذا سور لو باكي على الورق عندنا يعني صح قريب 12 لاعب ينشطوا في فرق كبيره في لا كاليتي تاعهم. دونك نورمالمون الجيري فافوري، هو شنو ما لازمش تروح دون لا بو تاع الفافوري، تروح تلعب كلاعب والله العظيم. الكوت ديفوار لن نواجه السنغال، سنواجه الصومال والموزمبيق، يعني باش نعطيو الامور حجمها الطبيعي باش ما نضخموش الامر. كيفاش تشوف مهمه الخضر في مستهل تصفية المونديال؟ نورمال عادي. أمام الصومال بعدها أمام الموزمبيق. شوف المباريات كلهم رضوان تقدر تجد فيهم صعوبات، لكن نعرفوا أن لما تكون مباراة مع منتخب اللي نقولوا سيدي ناسيون دو فوتبول، منتخبات خاب منهم عندها عادات وتقاليد أنها دائما تلعب لكي تفوز. فريق الصومال ليس الفريق اللي راح يشكل مشكل للمنتخب الجزائري، هذا شيء جد مهم بالنسبة للمنتخب الوطني لكي يوقف على جاهزية اللاعبين. ما كان حتى نظرة الشيخ حرحاد قال باللي جودة لاعبي فريق المنتخب الجزائري الآن جودة في طراز جد عالي. المنتخب الوطني أقنع عدة لاعبين لينضموا إلى المنتخب الجزائري، هذا شيء جد مهم بالنسبة للمنتخب، وراح أي لاعب من هاد اللاعبين راح يعطي دافع معنوي، دافع بدني، دافع تقني، لأن هاد اللاعبين كما تكلم حرحاد ينشطون في أغلب الأندية كبيرة سبحان الله لا يشتهن بها. بالنسبة للناخب الوطني والشيء المهم هو طريقة توظيف هاد اللاعبين، يعني طريقة توظيف اللاعبين والتوليفة يعني على المدربيه جدا الخطة المناسبة. إيه ما كانش يا سايكل على الجلاني تاع التوليفة وهذه ما كانش كاع تمشي إن شاء الله. إيه بنادم راه في 5 سنين نورمالمون يوقف في حفلة لاعبين من طراز العالي لا يعني أنه المنتخب سيظهر بوجه قوي أو سيحقق نتائج مبهرة، يعني يجب أن نجد هذه التوليفة لتحقيق النتائج المرجوة. المنتخب الوطني في يوم من الايام يعني سمعت يعني لهنا كان في المكان اللي راني فيه كان السيد حنكوش المدرب السابق واللاعب كان لاعب كبير، انا ذاك لعب في فريق بوردو الفرنسي، يعني حنكوش كيكون يتكلم يعني نسمع له لاعب مدرب اللي لعب حنكوش غير الناس تحضروا حنكوش حاجه كبيره مباشره. وين سقساوه قالوا له المنتخب الوطني واش يلعب الطريقه اللي يلعب بها، قال لهم يلعب الاستحواذ. وهناك من تكلم على التحول السريع تاع لا ترانزيسيون رابيد، المنتخب الوطني يلعب الاستحواذ، انا راني شاطر راي السيد حنكوش ما يقدرش يلعب المنتخب الوطني لا ترانزيسيون رابيد. هل عندك لاعبين يمتازوا بسرعه فائقه وعندهم مهارات في الارجل؟ لان باش تلعب لا ترانزيسيون رابيد مع كل احترام مثلا للاشقاء الصوماليين ليس لديه تاريخ صح هذه المنتخبات ليس بذلك المنتخب القوي. على كل حال كي نشوفوا الصومال فريق ضعيف من 84 ما مركاوش اخر هدف مركاوه روحهم من نوليو شويه ونارير 84 زعماك من 84 مركاوه روحهم ولا اسمها ايكواتوريال غيني ايكواتوريال
كاين يا بكري نو انا دخلت لا ديرنيير كوب دافريك اون ايتي ليميني برومي تور سيراليون بار لا غيني و سيراليون دونك سي دي زيكيفابل وما جبناش دونك ماشي هذا انا اللي ماشي هذا هو المهم المهم تلعب مع اون تري بون ايكيب كيما شفنا مصر ولا السنغال ولا تلعب مع الصومال المهم كي تلعب شوف دير لو بيلون تاعنا حنا نديرو لو بيلون تاعنا حنا ما كاش ديرو شنو هو لو بيلون تاعنا المدرب كيقول له عطينا بيلون كاش حسين تكلم و سيتا لونسيان تاع جوار انترناسيونال اللي هو حنكوش سي فري ولكن حنا كون نلعبو هادوك لي الاخر ماشي ما عندناش لي جوار عندنا لي جوار رابيد اللي هو عمورا بالرحمه سليماني سي دي جوار رابيد كنت لعب ليهم لونغ باس عندنا دي جوار رابيد ولكن ما عندناش الوسط اللي يلعب فيت لهاد الناس يعني القلب النابض ولهذا نعاودو نوليو للعب نقولو ديالنا تاع هاد الفريق الوطني نوليو للعب ديالنا وشنو هو المشكل على حساب راي اللي عندنا حنا صافي دوكا بون مومون وين ما نجمناش نماركيو بلوس دو دو بيت او تروا بيت ابار هذاك الماتش تاع خمسة كافير ما نتكلمش عليه هذا ما عاوش فريق مي مقبل 1-0 هذوك عندك لعبوا دونك ما نجمناش والو كونتر مش عاوش الماتش هذا كنا كري كالكو زوكازيون دو بيت ما دخلتش حنا المهم هنا على حساب رايي انا ما عندناش اللي يدير لانيماسيون دي جو اللي هو لو ميليو تيرا كاش وين المدرب هنايا اللي يدير لانيماسيون هو اللي يحكم بالاتاك ولا ديفونس تاعنا هو اللي ريكوبير لي بال هو اللي يدير اللعب هو اللي يمي لي زاتاكون دون دو بون دو كونديسيون يكري لو سور نومبر حنا هذا هو اللي ما عندناش كي نطيحوا مع دي زيكيب نقولوا بليز او موان سوليد يا 1-0 يا 0-0 بارفوا متخسر هذا هو المشكل اسكو عندنا اللي انيمي حنا دوزيام ميتو درنا في هاد ليكيب هادو اللي حطات على المدرب خرجتنا بريمير ميت دوزيام ميت مي يفو تروفي دوك اللاعبين اللي لازم واعطي لهم خطه اللي لازم بور كيلي دي انيميو بور كري دي زوكازيون بيت اون عارف با كري دي زوكازيون بيت مع دي زيكيب نقولوا ملاح مصر ما نجمناش كريو دي زوكازيون بيت بتاتر وحده مع السنغال كالكوزين فهمتي الوغ كو لو سينيغال ربحناها ولا شفيتو بصح لا كري 5 اوكازيون بيت ويل جول كان في نهار وجبدهم براكيت مونغا ميير غارديا ميير جوار غارديا تان ما ربحوناش مي كرياو دي زوكازيون بيت حنا لازم دوكا نلحقو وين اون كري دي زوكازيون بيت اون ناني في الوسط وكذا انت كي تشوف الصومال اللعب تاعها منظم حنا اللعب تاعنا ماشي منظم بزاف ناس يعني يتبعوا المنتخب الوطني ويتبعوا اللاعبين تاعنا يشوفوا في امير سعيود نظرا للمردود تاعو في السعوديه ربما يقدرهم يشاركوا كاين يا ربي كاين 10 ولا 12 فريق الله غالب هذا هو المدرب تاعنا هذا هو كي تشوف كيما انت كي تشوف كيما هكا تعرف بلي ودي الله غالب ما تيش دير واش غادي دير خويا موزمبيق ضعيفة مزية طحنا في جروب مليح خو طحنا في جروب فيه جنوب افريقيا وتجنوب رانا رايحين بين البول جنوب افريقيا كي صرالنا البكا خير ربي ما تحبش من البكا ايه ما تحبش من البكا ها يا جايتكم كيما هكا هضروا عليها كيما هضروا عليها هاي جايه كيما هكا سبحان الله قلبنا في لك اللي قال لكم كوب دافريك تاعنا هذوك الناس يساعدوكم هذوك انتم هذوك الناس يساعدوكم على بالك بزاف ناس تساعدكم انا نقولها ونعاودها كان اكبر خطا كبير الاحتفاظ بهذا المشرف كمدرب بعد الاخفاق امام الكاميرون المنتخب ضاع والوقت كبير معاه من اجل تطور سوف لن يحقق والله العظيم رايت نيرفا والله رايت نيرفا انا نقولك رايت نيرفا شويه خلوش تنرفا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.